وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، هذه التحالفات التي نشهدها اليوم، هل هي إثبات جديد على أن الانتخابات ستكرر نفس الوجوه القديمة برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. لا شك أن العملية السياسية الاحتلالية منذ 15 سنة تعيد تكرار نفس الوجوه الفاسدة التي عانى منها الشعب العراقي الويلات طيلة السنوات الماضية. وبالتأكيد أن نتائج الانتخابات رغم وجود بعض الأسماء الجديدة في هذه العملية الأخيرة، العملية الانتخابية الأخيرة، إلا أن من يسيطر على القرار ومن يوجه كل هذه الوجوه الجديدة والقديمة هو نفس الذين كانوا يسيطرون على القرار طيلة السنوات الماضية. بالتالي هذه الوجوه الجديدة التي ضخت إلى العملية السياسية ما هي إلا تزويق يعني خارجي، وفي الحقيقة سيستمر المشروع السياسي الاحتلالي هو الذي يعمل في العراق. واضح أن الصراع جراء تزوير الانتخابات يتصاعد، بتقديركم إلى أين يمكن أن يصل هذا الصراع؟ كما يعرف الشعب العراق جيدا أن السنوات الخمسة عشرة الماضية أثبتت أن عندما يختلف هؤلاء الفرقاء الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق فإنهم يصفون حساباتهم بدماء الشعب. وهؤلاء في الحقيقة مأزومون، لا يمكن أن يعيشوا إلا في جو الأزمات. هم ليسوا رجال دولة وليس بإمكانهم تقديم أي خدمات للشعب العراقي وتحقيق آماله وتطلعاته، وإنما يعتاشون على الأزمات ويصنعونها بامتياز حقيقي طيلة السنوات الماضية. وبالتالي فالصراع مفتوح على جميع الاحتمالات، لكننا نعرف جيدا أن هناك من يضبط هذا الصراع في حال اندلاعه، وأنا أعني به رعاة العملية السياسية الذين هم بشكل مباشر أمريكا وإيران. هناك الكثير من التهديدات من قيام حرب أهلية بين أطياف الشعب العراقي، هل يمكن أن تصل حدة الصراع بين الكتل السياسية لهذا المنوال؟ الكتل السياسية يمكن أن تتصارع، وهي تتصارع فعلا وتصفي حساباتها بالدم، ولكن الشعب العراقي أوعى من أن ينجر إلى مخطط الحرب الأهلية الإجرامية حقيقة، لأن هذه عملية إجرامية بحق الشعب. أولا هؤلاء سيصفون حساباتهم على أقصد فرقاء العملية السياسية سيصفون حساباتهم بدماء الشعب العراقي، وهذا حصل طيلة السنوات الماضية حتى أن مرحلة ما قبل الانتخابات شهدت عدة تفجيرات، وشاع بين العراقيين وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن تفجيرات انتخابية. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.